بقول لكم سبحانية الزمات الندمات. هذا واحد تقدم البنت عمه، هم باش اسمه مضارب من المضارب قبيلة، تقدم بنت عمه عسكري ويشتغل بالديرة، يشتغل يعني بوسط الديرة، ويروح لها له بالمضارب ويرجع للديرة. خاطب بنت عمه تزوج، قال بشيل لها معي، قال ابوه لا انتي ما بيتي بعدان. قعدت بنيته وبدا لا فالو شهر، شهر ونص، شهرين، جاء قعد عندهم لهم 3 ايام 4 ايام وعاد راح الشغل. وعلى هالحال مرت الايام ومرت ذا، كم ذا قال مليت يا عميمي من هالتردد ذا، يعني تشوف ما هنا سيارات ولا هنا شيء نبد، وعلى رجلين يقعد لي يوم ونص وانا امشي عشان اجيكم، غدك تسمح له اخذه معي؟ قال الله يساعدك. صارت وافقت، يلا سعد. قال ها موافقة بنيتي؟ قالت هي أنا مع رجلي وين ما يبي. راحت بني معه واثرة سويدا عصيلا تحومل سبد من الشموس والمشي والروحات والجيات، الزبدة قامت ودخلت دخل بهالشقة، خذ لها شقة، خذ لها بويت يعني دور، وسكنها أبوه عنده جيران منه ومنه، وما شاء الله تبارك الله. مجرد ما دخلت البيت اسبوعين وغدت تقل قشطه، زانت صحته وزان شكله وتنظفت وغدت منا ملحه، وبدا الجيران يزورون اللي عزموا والعزوم ودارات العزايم، الجيران فرحين به، وبدا يعزمون وبدا ينادون وبدت تطلع لامهم. راجل قليل لا ما يخالف راضي. يوم اخذت له تقريبا وجه 6 شهور او تسيدها، قالت دخل وتراه نيمة بفراشة، أثرى نيمة بفراشة. قال لي مر وين القهوة؟ وين البخور؟ بالعادة لا جاءت رنبخ شبتنا بخور وسوتنا قهيوة والغدا مرتبتوا على القز. قال وين البخور؟ وين القهوة؟ وين السنع؟ ولا ترد عليه. يا بتحل نيمة ناظر أثرى ما بنيمة هالمرة. قال لي هالمرة بخاطرة شي بكيفة. راح للمطبخ ودبر روحه، سوالو قهيو وسوالو شيء ياكله وتغدى وراح ونام. يوم صار العصر ما قامت هالمرة، تركها وطلع. يوم صار من باسر نفس الشيء، يا حاتية ما ترد ولا تقوم من فراشة. يوم أخذت 3 أيام على هالحال، قال راح أنت تحتسين تروح لبوت. قالت أنا بحتسي. قالوا إيش تبين؟ قالت أبي شغالة، أنا ما نبي أقل من غيري، جيراتي كلن عندي شغالات الا انا كرفتك الحمار. قالي وهذا اللي مزعلت؟ قالت هذا اللي مزعلن. قال بس شغاله بسيطه ان شاء الله، لو يقولون لي اليوم تاخذ رحت جبته ان شاء الله بروح اجيب الشغاله. راح قريب الضحيه، ما بقى عليه الا اسبوع او 10 ايام الضحيه. راح غابله يجي له ساعتين وجاء، قالوا ما تجيك الشغالة إلا عقب أسبوع أو أسبوعين. قالت ولا قدمت؟ قال لي قدمتها ولا لا أنت قدمت لك؟ قالوا لي عقب أسبوعين أو ها. وفرحت استانست وقامت ورجعت مرتها الأصلية، بدت تناظر البيت وتناظر شكله وتناظر، وبدت تحاسي رجل بيجيب لي شغالة، رجل بيجيب شغالة. يوم قعدتها يومين قلقونا من نشوف أهلنا ونقعد معهم قبل العيد بيومين أو 3. قاتكو ضفت اللي تقدر عليه وأخذت هدايا لميمته وأخذت هدايا لأبوه، وضفوا اللي يقدرون عليهم من الأشياء اللي هم يبوا ودهم يقعد قعدوا لهم 10 أيام أو 15 يوم، وراحوا لأهلهم. يوم راحوا لأهلهم ويفرح بهم وبيهم وميمتهم ويستانسون، يوم قعد له يومين يحاسب بإذن أبو عمه أرجل. قال الله يا عمي هذه السالفة، هذه السالفة بنتك حكمة بتبي شغالة وما عنده شيء بالبيت ولا عنده شيء نبد. قال عين من الله خير إن شاء الله، لا تعيدنا يصير كل خير. إيه قاعد هو عند أهله لأنه بنفس القبيلة ونفس الخيام جنب بعض، قاعد عند أهله وهي قعدت عند أهله، ولا بغوا بعض أبد، ما يردهم شيء. لا إله إلا الله. يوم قعدت له 6 أيام، قعد له تقريبا 10 أيام وها وقضى عيد. قال يا عم وش السوات؟ قال تطيعن. قال اطيعك. قال خلى عندي.
قال شلون؟ قال بتخلى عندي ابد لا ما 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 قال خلي عندك، قال يخلي عندي بربي اهلك واطلعه على سلام. اي قال له رجله تولمي ترى فجأة الصبح نبي نسري لبيتنا. قالت خلاص جهزت قشيشه هي ويجي حسي عليه عمه. قال هدش قبل الفجر خلنا ادبه قسم. اي راح الرجل يوم شافه غاطس بالنوم وابد حول الذن الفجر وينطلق ويخليه. يوم قامت الرجل ما هو ابوه، وين فلان؟ قال ما ندري عنه. يقول ابوه وامه تقول ما ندري عنه. تروح تسال عنه عند اهله قالوا رايح شال عفسه وراح لشغله. ضاق صدره شلون يروح يخليه؟ قال لي بنروح جميع. قال لي بنيته ما دامت عندنا بس اصدراتنا واخدمينا يلا يا بنيتي روحي ارعبي الله. قال اللي هو ابوه لا تجي ولا تقرب، انا ارسل لك شهر شهرين من سيخه. وفعلا ما جاء. لا اله الا الله. قال اجل يا بنيتي ما دام انت عندنا فروحي ارعبي الغنم. راحت البنيت وسط صدر مع الحريم ورعت بالغنم وجت. يوم جت قال يا بنيتي خذي القربه عبي لنا امي. خذت القربة وراحت على الحمار وعبت ماء وجت. يوم ما دبدن الظهر قال ابنيتي خذي الفاس والحبل روحي جيبي لنا حطب. تناظر ابوه يعني وراك تسدى. راحت خذت الفاس والحبل وراحت. بدت تجمع حطب لها لو تكسر وجت. وعلى هالحال يوميا الصبح ترعب الغنم الظهر تروي العصر تحطب. لمين هدت حيله. وغادة تقل مخلال غادة سودة وغادة سودة وغادة تشهبة وغادة تتحومل سبت. ضاق صدره وضاقت بدي دنيا وين رجلي. وكل ما سألت عنه هالو ولا سألت عنه لا ابو تلفونات ولا ابو شيء نبت تدق عليه ما تقدر ما تدري شو تسوي. لا اله الا الله. المهم مرت الأيام ومر الشهر كامل. يوم مر الشهر وثر فيه شو اسمه رجال بيروحون للديرة يشرون بعض الحاجيات. قال قولوا لفلان يجي. استوت امرته. اي جاء رجله. يوم جاء قال ابوه يسلم عليك خليك ضيف لا تعطيه وجه قسم. ويروح على طول. قال جانا الضيف. هي تناظر رجله شلون جانا ضيف ويذبح الذبيح ويسوي العشاء ويده. تبيه يجي ناديه تبيه يجي دوره ما دوره. ضاق صدري. يوم ذبحوا الذبيحه وجو يطبخونه سرقت الكلاب وشوتهن وغبتهن عنده. قالت في خابرة الرجل انه يحب الكلاب. يوم قضم تعشين قام الشايب قال شوف يا فلان أبعطيك بشتي وانت خذ بشتك واشوف ايش تسوي مرك. قسم يروح ينكب بفريشه معه بشت ولد عم ولد اخوه والرجله اخذ بشت عمه ونام. يوم شافت ان الدنيا جدت اخذت الكلويتين وجت. قالت فلان ولا يقدر يرفع صوته تخاف يخاف يعرفه تعرفه انه ابوه. قالت خذ هالكليتين شويتها لك ومغبيتها لك. قال زين ومغير صوته بشوي شوي حسي. قالت ودي اروح معك. قال وراه. قالت فك من ملعون هالولدين يعني ابوه. قالت فك من ملعون هالولدين ترى غديت مسلات محملين فوق طاقة. قال ابشري وهي حاد سيد تقلي خافت صوته. راحت يوم اخذت له من باسر او من عقبه. قال الرجل ودي اخذ حريمتي. قال والله حريمك ما تبيك. وقال له اني اشوفه فوق النفود ترى توجد عليك ان وجهه لم ديرك وانه توجد عليك تقول حلال
لا يا وليفي، وانه توجد عليك ميت الحريم تبيك. وفرح الرجل، قال اظنه ما تبيك. وهي تسمع، وهي تسمع، قال شكله ما تبيك، لان ما قعدت عندنا هالقعود الا انه ما تبيك. قالت له والله ابيه يا ابو ابيه. ويبدو يضحكون الابوه ورجله. قال خلاص استحي استحي استحي، ارجعي ارجعي ارجعي. ايه جاه، قال جاهز يا جل، قال شو روحي مع رجلك. ايه ما تجي تروح مع رجله، يوم راح مع رجله قلت حلين الشغاله جايبينه، شهر كامل الشغاله جايبينه. قالت انا ما ابي حد نبد، انا ما ابيك الا انت. ايه هم عاد محسفت له، قلت له يمكن اسم زعلته ومحملته حملته فوق طاقته. واسكتت معلمه امه انا تبي تجيب شغاله، بس هو علم ابوه. ويروح بلم بيته، تصك بابه، ما تدخل احد نبد من الجيران. قالت خببون على رجلي، خربون على خربوا علي حياتي، وشكل رجلي زعل من اي. المهم قعدت ببويته، يوم كملت له يجي 3 اشهر او 3 اشهر كذا، ويطق الباب، ما تفتح الباب لحد نبد. لا من قالت مين؟ قالوا فلان. قالت قافلة الرجل الباب، ما تستقبل الحريم. بس يوم طق الباب قالت مين؟ وثروب. قال ملعون الوالدين. قالت ها؟ ايش تراهم؟ قالت انسدى. تجي تفتح الباب، قال هلا. قالت وش يبا تسلمي ذي؟ قال قلت شلون بنيتها هسه الطيبة، ويدخل ويقعد تسوي شيء وتفرح به وما ادري ايش. قالت يبا من اللي قال لك اني قالت انها تسلمه؟ قال شفتك الليله انت تدسين الكلال اي؟ قالت ايه. قال قلتيها لي انت مو بالرجلت. قالت بدت تعذر لبوه، قال لا ملومت، بس وحده سنة تبي رجله ما تحمله فوق طاقته، وانت بنيتي نشيطه وطيبه، ولا بتسلى عافية بنيتي، ايش تبين بالشغالة مرتم بينكم تهاجوا بين سبر رجلت؟ لاك تعود من الشطن. قالت لا خلاص انا تبت يبي، من يوم جينا قلت الرجل ما بي شغاله، حتى جرات اللي خببن على رجلي بدت مستقبلن. قال لا امي سنعة ما شاء الله عليك. اي عاد قاعد هذا القصه قلتها لكم، وان شاء الله نعجبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.